اتحاد القبائل عدة قبائل متحدين مع بعض بالاتفاق طبعا مع الدولة لمحاربة الفكر التكفيري ومساعدة الدولة سواء في معلومات سواء في محاصرة التكفيريين، كله طبعا بتنسيق مع الدولة. سيتم سحق كل من هو داعش. سيتم القضاء بإذن الله تعالى على التكفيريين. احنا مع الدولة، واقفين مع الدولة، اما مع الدولة او ضد الدولة. في ان احنا نيجي نتكلم نقول لا انا هقف محايد، لا مفيش حاجة اسمها محايد، ده ارهاب. هنا في دولة وهنا في ارهاب، اما مع الدولة او اما مع الارهاب. هو طبعا انت شايف الارهاب هذا في العالم كله، يعني الارهاب مش على قد سيناء او قد مصر، موجود في العالم كله. والارهاب انتشر في الشرق الاوسط عامه. اللي بيحصل في سيناء طبعا انه مش الارهابيين برضك من سيناء، من سيناء ومن جميع المحافظات بتوجهوا على سيناء. ده مش حقنا احنا لحالنا، ده حق شهدائنا وحق اخواتنا وحق اصحابنا، فلازم يكونوا متأكدين. مسألة الوصول لهم احنا نعتبرها مسألة وقت. يعني ما فيش كان بعد شهر واحد الا بيبقى فيه شهداء من جميع القبائل اللي في سيناء، سواء من ارملات من سواركة من طرابين. شفت المرة